منازل مدمرة وخدمات غائبة، وضع إنساني يزداد سوءا يوما بعد آخر، هو ما يمكنك مشاهدته في البلاد. فبعد نحو عامين ونصف من انقلاب الميليشيا على الدولة، بات الوضع الإنساني يتهدد البلد الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر. وفق تقرير أخير أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، فإن ما يقرب من 462 ألف طفل يشكون على الموت نتيجة معاناتهم من سوء التغذية الحاد، في ظل عدم قدرة المنظمات الدولية والإنسانية من الوصول إلى مناطق الحرب الخاضعة لسيطرة الميليشيا. المدير التنفيذي لليونسيف أنتوني ليك بدوره دعا المنظمات الدولية الإنسانية إلى التحرك سريعاً، مؤكداً أنهم ما يزالون قادرين على إنقاذ أرواح كثيرة. تحذير الأمم المتحدة كان قد سبقه تحذير عن افتقار 12 مليون شخص إلى الأمن الغذائي. مراقبون يرون أن انقلاب الميليشيا تسبب بارتفاع معدلات التضخم وتدهور العملة، الأمر الذي أفضى إلى دخول آلاف الأسر دائرة الجوع.